هو كلب عربي، كلب عربي معنا نحن نقولوا كلب عربي. شو محله شو؟ هذا كلب نتاع الشارع، فما شكون قتلو، فما شكون عم يعملوا له حتى شيء، يعيش على روحه مع العباد، جو باهي، هز صحته بين العباد توكل فيه. شفت تبارك الله عليه، وشوف في وذن هذيك شنو معناها؟ هذيك معناها راهو ملقح وراهو جو باهي وعايش هو لهنا محلاه في امان. هذا يا سيدي صدقوني عيط له من اخر الدنيا هكاك مفدلك، قلت له من بعيد في اخر الدنيا، جا مسكين جا حتىكش لهنا يا خويا سامحنا على تعبك يا بابا. شفتوا محلاه هذا باش يعض العباد، يعني مش يجي عض العباد، لا باش يجي عض العباد، لا باش ياكل العباد، لا باش يعمل حتى شيء، هاك عاقل وشباب ونظيف وهز صحته وصل تبارك الله عليه. هذه بالضبط كنا فيها القطوس هنا هكا الاصفر، شوف اليوم شنو فهم، الدنيا بارده على خاطر اخوي عسلام. شبيك جاي؟ شفته جاي مسكين، شو كلبون جاي يحب ياكل، شفتهم محلاهم مساكن ومنظفهم بيعملوا شاي، كلبون يا نظيف يا باهي يا مزيان كالعادة، يسلموا عليك كلاب تونس وقالوا لك رانا نصفريو بالضبط مو ياكل بطاطا زعما تو نشوفوه. ماكش ما كان حتى حد، امور واضحة. هو صباح لاباس عليك؟ ها؟ شوف يا والله يا عم يطلع في راس صحته باين بيه كلبون. ايش يا صاحبي؟ هاكا ماشي يا اللعبة تلعب عليك، ماشي على روح العالم في تقسيم، قلب تقسيم ملايين توريست كلهم يجوا لهنا. ابعد حاجة شعر العطار، صباح نلتقيو. وهذا يا فودافون، وهذا كليب ريكش على روحه زادة، حد ما كلمه حد ما ضربيه خاطر الدنيا بارده شويه. هو جاء خويا كلموه صفا قرسان شويه، ما كلموه حد، هو في فودافون يعني شارع يغلي بالتوريست، ولا كلموه ولا قتلوه ولا عادي على الاخر قرسان هو مسكين، ما فما شوفاج لداخل هو ركش غاديك. شاف هاي جاي، هاي جا صديقي، انت جاوك باهي اليف ما تعمل شيء للعباد، في تونس يقتلوا فيهم يا صاحبوش. كلبون في قلب قلاته، كلب حد ما يدور بيه حد صديق. مش على الطايج ركش على روحك. شوف هذا واحد ميكاب نتاع شوب ميكاب ميكاب وبرفانات، وهو كلبون لهنا والله ما دار بيه حد. كلبون عبد فيه مسكين، الدنيا بارده على خاطر. بارك خويا ربي معك. ثانك يو. شفتوا ما علاش ربي طايح فينا؟ باينه الحكايه على الاخر، معناها ربي خلق كلاب باش يعيشوا، تجيو انتم تقتلوهم، ما فما حتى بلاد متقدمه في العالم تقتل في الكلاب، يجيو في الليل فهمتني داعش وكسلاحات ويبداو يتلبدوا يمين يسار واخضروا واعطيه من تالي وساعه ساعه تختفالوا في ساقه، وتلقاه مسكينه كيكا يعيش متعذب يعيش سقات، صحيبي ماش نورمال بصراحه، معناها نورمالمون ما تستناش تو العباد في تونس يعملوا في المظاهرات ويتكلموا ودرا شنو، ما تستناش من الشعب باش يتكلم، انت اللي تخدم في البلديه نورمالمون اول واحد تمشي اخويا تقول برجوليه ما يساعدناش الخدمه كاي، كان جات زياده في الشهريه راكم الولا راكم وقفتوا الدنيا الكل، شبيكم ما تكلمتوش شبيكم ما قلتوش ما يساعدناش نحنا نقتلوا الكلاب، وفما فيديو نتفرج فيه انا كيفاش العارف يقول لك يا ولدي يقتل يمشي يضرب وانت تقول له راهو الكلاب راهم صغار حيين وانت تقول لك طي شكاكه، انا سيبهم خذوا موقف اش بالك من مايكه محلوله، مش كان مشيتوا سكرتوا القمه خير، كان واحد حط كرهبته لحظه بشهبة يشرب باك الدخان راكم شنقلتوا هالو، يعني في العميل نتاع الشر انتم ما يجيبكم حد، يعني شنو نسميوه هذا شجاعه بطل كاسح ما فيها حد شيء فيها الشر ساقط، معناها الاوصاف الخايبه الكل معناها تلمت فيه. شفتهم المظاهر هذوما نتاع اقتل الكلب وما نعرف شنو، مظاهر نتاع تخلف، يعني كل بلاد متخلفه راهي هكاك من الاخر، خاطر المنظر هذا لا تشوفه لا في سويسرا لا تشوفه في نيويورك لا تشوفه في ما نعرفش انا البلدان الكاسحه، هذه تركيا معناها بلاد نورمال، وغزر كيفاش، واحنا معناها تونس وكيف كيف، يعني تونس ولا الجزائر ولا المغرب وليبيا كلها كيف كيف، ربي كي خلق الكره الارضيه ما خلقناش وحده ما خلقهاش لينا نحن برك. خلق الحيوانات زاد باش تعيش فيها سينو علاش يخلق فيهم؟ باش تجي انت بشر انسان ربي خلقك انت وحيوان تجي تبدا تقتل فيه دج 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 ياسر صحيبي، يعني امور تخلف برجوليه التوب، اكون شفتوا لهنا
هاك شفت صحيمي معناها شفت الكلاب كيفاش الناس تحن عليها لعبت تعطيفات تاكل اللي يجلس يدخل يدفع معناها في اي بوتيك اي بلاصه ما يكلموا حد ما يدور بيه حد وذاك علاش نحن قعدنا اسفل السافلين وعلاش نحن قعدنا معناها حالتنا حليله على الاخر من عمايلنا صحيبي من فعايلنا كان كلب قتلوه هذاك الحل قطوه سموه نهار كل تسمو في القطاطس تقتلوا في الكلاب صحيبي شنو الشر هذا ربي كيفاش يبارك لك وربي كيفاش يبارك للبلاد وبالنسبه للعباد اللي تو باش تخرج في الكومنتارات وتبدا تتكلم واللي اصلا هذاك هو الريزن نتاعهم الوحيد يقول لك لا خويا الكلب ما زاد يشكل خطر على العبد الكلاب اللي كنا نشوفوا فيهم تو شكلوا خطر على العباد جاوب وحدك السؤال شباب الكلاب هذوما ما همش يعضوا في العباد جاوب واضح يعني كلب حاس بالامان ماكش تضرب فيه ماكش تقتل فيه الناس توكل فيهم امورهم واضحه علاش نمشي يعضك هو حيوان وفي على الاخر معروفه انت كان تجيب انسان عبد تخليه تهمله وتهمش ولا تعطيه خدمه لا تعطيه ياكل لا تعطيه يعمل حتى شيء يولي يسرق ويولي يضرب ويبراكي ويقتل ويعملهم الكل يعني واضحه الاجابه وميساج للامهات للوالدين اون جينيرال فهمتني كي تجيب صغار ربي ولادك على الرحمه ربي ولادك يعطيه ويوكلوا يشوفوا حيوان يشوفوا كلب عطشان يعطيه ويشرب تعرفوا كان تعرس وتبدوا تجيبوا في المفرخ دج 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 على بعض ما لا طموحات عندك صحيبي يا مدام ربي صغارك مسؤوليه راك تعرس وتجيب صغار راهي مسؤوليه كبيره دونك تجيب صغار ربيهم على الرحمه ربيهم على الموده ربيهم يحنوا على الحيوان يحنوا على الرجل الكبير على المراه الكبيره يقدروا سينو ما عادش تعرس النوع هذاك بالذات اكلي ملي حل عيني يحب يعرس ويجيب الصغار ما عادش تعرس ما لا انجازات عملاقه تعملوا فيها قطوس توجه لهم تحب تقول حاجه يتفرجوا فيك تو ها توانسه كل العالم الكل يتفرج فيك شنو تحب تقول له قولي قولي في وذني قالكم بارتاجيو هالميساج هذايا بارتاجيوه كان ماكش بارتاجيه على الاقل خليه يبان للناس اعمل كومنتير اعمل لايك تفاعلوا معاه صحابي خلي يوصل الميساج البلدين يحبوا يتفرجوا فيه هاي القط هاي صاحبي الباهي شوفوا شوفوا صاحبي كي جي جي وحده شفت يا خويا يعرفوني يعرفوني الاب الروحي نتاع القطاطس يعرفوني 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 اش قولكم في قطوسي اه شو اسمك انت نسميوك خربوش كات الكلهم سميتهم خربوش انا ولا بشبوش واحد من ادخل شو مسكين بردان اغزر شيء شفتوا ما شابوا شفتوا ولدي محلاه تحبش توجه حاجه الكاميرات تقول لهم حاجه ما دام الموضوع يخص صاحبك العدو نتاعك ها تحبش توصل حتى مساج موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء